صباح الخير أصدقائنا الأعزاء، أريد أن أترجاكم عن جد، لا تصلون إلى أرمينيا وبعدين تتصلون بنا. يوم جميل جدا ومزدحم، اليوم سواحنا ارتأوا أن يتزلجون على الثلوج، فأجرنا عدة التزلج وهذا أحدهم معايا والباقين خلفنا، فإن شاء الله يقضون أوقات سعيدة مع أرارات للسياح. درجة الحرارة الآن في صخكاتور تقريبا 2 درجة مئوية. منين جيتوا أنتو؟ من أي إمارة؟ العين. من العين؟ تابع لأبوظبي. 100 أهلا وسهلا. أريد أترجاكم عن جد، لا تفاجئونا توصلون أرمينيا بعدين تتصلون بينا. أرجوكم اتفقوا معنا مسبقا على الأقل بأسبوع، لأننا بصراحة ننحرج مع اللي يتصلون بينا، لأن تصلنا عدة اتصالات، لا اتصال ولا اتصالين، عشرات الاتصالات يصلون أرمينيا ويتصلون بنا. واصلين أرمينيا بعدين حسوا على نفسهم بأنهم محتاجين مرشد سياحي أو سائق معاهم. زين، مسبقا أنتم ما شاء الله دا تصرفون آلاف الدولارات حتى توصلون أرمينيا، اصرف لك 200-300 دولار إضافي واتفق مع أي مرشد آخر حتى تكون جولتي نظامية أكثر. هذا الكلام مدى أقول لكم حتى أرغبكم بأرارات للسياحة، تقدرون تشوفون غيري، اتصلوا بأي شخص آخر، المهم اتصلوا قبل أن توصلون إلى أرمينيا. أتكلم عن البارحة مثلا 4-5 اتصالات وصلتنا وهم واصلين أرمينيا، قسم منهم نازلين في فندق، قسم منهم يريد يبدل الفندق لأنه مكانه مو زين، قسم يريد يبدل الفندق لأنه شوية غالي يدور لمكان أنسب. زين، وقت مسبقا يا أخي رتبه. شوفوا الدول العربية، خلينا نكون صريحين وياكم، الدول العربية خاصة الخليج العربي من الإمارات من سلطنة عمان من قطر انفتحت سياحتهم على أرمينيا وديجونا بكثرة، ديجونا بكثرة عن جد. يعني البارحة ده نتصل بالفنادق، يعني ما أقدر أحصل لي فندق 7 أيام بنفس الفندق لأحد العوائل، مثلا نحتاج حتى لو غرفة واحدة يقول لي نعطيك الغرفة لمدة 4 أيام بعدين نطلعهم إلى مكان فندق آخر بعدين ترجعهم يمكن. هذا الوضع في أرمينيا. موسم السياحة دائما موجودة، 4 فصول في أرمينيا تشتغل السياحة مو مثل باقي الدول. وطبعا مو فقط السواح اللي يوصلون أرمينيا، أرمينيا بلد صغير، فنادق نعم بها لكن مؤتمرات كثيرة، مهرجانات بكثرة، تشوف بالشهر 2-3 مهرجانات. زين، مهرجانات لما تصير مهرجانات دولية يحضرون من مختلف الدول، اللي يحضرون من المساهمين بالمهرجانات ما يسكنون بالشوارع أو في خيام، كل في يسكنون بالفنادق. زين، إذا هذول جو حجزوا الفنادق، السواح اللي يجينا بآخر يوم وين تسكنه؟ هالشكل فكر، خلي يكون تفكيرك منطقي. يعني أنا عندي حجوزات منها بعد 2 شهر ترى، للمعلومات عندي بعد 2 شهر راح يوصلون، لكن من هسه حاجزين عندي، حاجزين فنادق ومسوي لهم باكيج متكامل. والشيء الآخر والسبب الآخر لكثرة السواح المتوجهين إلى أرمينيا، قصدي من الدول العربية، بسبب رخصة العائلة العربية، بدل ما تسافر من الخليج إلى أوروبا تصرف 10,000 أو 15,000 يورو لعائلة مكونة يجوز من 3-4 أشخاص 5 أشخاص لمدة أسبوع. 3-4 أشخاص 5 أشخاص يجون إلى أرمينيا ولمدة أسبوع ما يصرف 4,000-5,000 دولار.